الآن الورقة القادمة إن شاء الله ستكون للشيخ محمد بن سعيد المعمري حول منهج الشيخ أبي حميد في ترتيب كتاب خلاصة الوسائل لترتيب المسائل، وسيقدمها أستاذنا وشيخنا الكريم الدكتور عبد الله بن سعيد المعمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم حضوركم، وأعتذر نيابة عن أخي العزيز محمد لأنه في سفر إلى غرب إفريقيا في مهمة عمل، وفاجأني برسالته بالليل أن أنوب عنه لإلقاء ملخص بحثه، ولا علم لي بالندوة كلها. سبحان الله، غاب عني هذا الأمر، لم أطلع على الإعلان. وعلى كل حال، الموضوع كما تسمعون هو جديد علي في كثير من جوانبه، ولذلك أحاول التركيز على بعض النقاط فقط، أيضا اغتناما للفرصة حتى نستفيد من مشايخنا. والورقة ستطبع إن شاء الله تعالى في ضمن أعمال هذه الندوة لمن أراد الاستزادة. بالنسبة للشيخ أبي حميد حمد بن عبد الله السالمي رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بموضوع هذه الورقة وهو دوره أو عمله في كتاب خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل، وهو عبارة عن أجوبة وفيه بعض الرسائل العلمية للشيخ الأمير عيسى بن صالح الحارثي رحمه الله تعالى. نذكر بعض النقاط وهي مبوبة هنا. الأخ محمد يعني رتب ورقته إلى عناوين تتعلق بنسبة هذا الكتاب إلى الشيخ عيسى، وبعنوان آخر يتعلق بعنوان هذا الكتاب، وكذلك بالعمل الذي قام به بعد أو قام به الشيخ أبو حميد في جمع هذا الكتاب وفي ترتيبه وفي نسخه. وعلى كل حال، المعلومات شحيحة جدا، المعلومات شحيحة. بالنسبة للعنوان، هذا مفروغ منه، متفق عليه، معروف، لا ينازع فيه أحد، خلاصة الوسائل بترتيب المسائل. بالنسبة لنسبتي أيضا هذا معروف كذلك. بالنسبة للدافع لجمع هذه الأجوبة، كما ذكر الشيخ أبو حميد نفسه رحمه الله تعالى، أنها كانت بإرشاد أو توجيه من الشيخ عيسى نفسه، وذكر بأنه يعز عليه مخالفته وإن لم يكن أهلا لذلك. وعلى كل حال، هذه الثقة من الشيخ عيسى لتلميذه الشيخ أبي حميد رحمهم الله تعالى تدل على المكانة العلمية لأبي حميد، تدل على مدى قربه من الشيخ عيسى، تدل على حرصه أو جهده المعروف عنه لتفويض أو توكيل هذه المهمة إليه، وهو جمع أجوبة قد تكون متفرقة في أيدي الناس، لأن أمر النسخ لم يكن معهودا كثيرا في ذلك الوقت بالآلات، وربما يجاب عن الورقة مرة واحدة فتغيب في الآفاق، والقليل من العلماء من يحتفظ بنسخة له تكتب أيضا ليودعها في خزائنه. فعلى كل حال، هذا كله مما يكتب في ثنائي على الشيخ أبي حميد. وظهر فيما بعد فعلا أنه ناسخ متمرس، صاحب خط جميل وواضح. توقيت هذا الجمع ليس بواضح أيضا، متى حدث هذا الجمع لهذه الأجوبة معا، ولكن
كان في حياة الشيخ عيسى رحمه الله تعالى. وبعد ذلك من الطريف أن النسخة الأصلية أيضا لم يعثر عليها حسب كلام الأخ محمد، وإنما اعتمد على نسخة أمر بنسخها وطلب نسخها الشيخ أحمد بن محمد الحارثي لنفسه، وكان النسخ سنة 1371 للهجرة للجزء الأول، ثم سنة 72 بعد ذلك للنسخة الثانية للجزء الثاني. وعلى كل حال هذا كان في حياة الجامع هذا الشيخ أبو حميد، لأن توفي سنة 1385 للهجرة. طيب بالنسبة لترتيب الكتاب ليس فيه شيء جديد غير معهود، وإنما هو الترتيب المعروف في الفقه وفي الأجوبة أيضا. يعني يبتدئ الجمع بالكلام عن العقيدة ومباحثها المختلفة، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الطهارات والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا إلى آخره، وبعد ذلك أحكام فقه الأسرة والمعاملات إلى أن ختم بالدعاء. ولكن جمع في يعني بعد العقيدة مسائل متعددة تتعلق بالتفسير، طيب، وباللغة أيضا. والأخ محمد ذكر ملاحظة أن الأجوبة في باب العقيدة لم ترتب ترتيبا معينا، وإنما جمعت هكذا، فليس في داخل العقيدة ترتيب معين، وكذا بعض الأبواب الأخرى. على كل حال بالنسبة لبعض الكلام هنا المتعلق بالفقه ونحو ذلك مما لا أرى داعيا كبيرا إليه، وإنما يعني نعم أنبه هنا على أن هذه الأجوبة تتضمن بعض الرسائل عن الشيخ عيسى رحمه الله تعالى، مثل الحق اللائح في حكم ما يصيب الثمار من الجوائح، وكذلك الرد العزيز على قلائد إبريز، وكذلك رسالة أخرى أيضا. فليست أجوبة فقط، وإنما تتضمن هذه الرسائل، ولذلك تحتفظ بمكانتها العلمية وكذلك بمكانتها التاريخية. وأقتصر على هذا القدر، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. شكرا.